التطورات في مشكلة قمر وسيلوي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت قمر الطائي بإغلاق موضوع فنان السلاوي حيث ظهرت مع صديقتها الجديدة سالي العوضي. وسالي هي تيك توكر وصديقة مقربة لقمر الطائي، كانت تصعد معها لايفات تيك توك. وعلى ما يبدو فإن سالي هي التي سترافق قمر الطائي في رحلتها إلى الأردن وستكون مرشدتها السياحية عوض السلاوي وأصدقائه. وقامت قمر الطائي وسالي بنشر ستوريات من مدينة الملاهي، وكانت ستوريات عفوية وجميلة. أترككم معها. أنا اليوم جاي أوه ماي جاد، كنستي نفس السيارة. المهم شوفوا من البقيت سالي. هاي سالي، كيفك؟ شو أخبارك؟ جماعة سالي بنية جنن على الحقيقة، هي كيوت وكثيرة جميلة، بس بطولي أول مرة أشوف بنية طولي تقريبا. أنا أطول بعض بالضبط. فيا جماعة سالي كل شيء كيوت وحبابة، وتشرفت بمعرفتك يا عملي. ويلا امشي امشي صاحبتي الجديدة. الحين غرفة الأشباح وهي خايفة حقيقة من الخوف. خايفة بصراحة، بس خلص عندي يا جماعة، عندي سالي عندي. حبايبي نزلنا لكم تيك توك سوية اني وسالي، هذا رابط الفيديو، روحوا شوفوا. وهسه شوية بحب انزل يمها، حسابها عندي بالفيديو. اوكي اوكي. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own.